فضيلة الشيخ، أشكل علي حديث لا يفقه من قرأ القرآن دون ثلاث، وقيام بعض السلف الصالح بختمه في يومين ويوم وأكثر من مرة. الحديث في صلاة الليل، حديث في صلاة الليل، أما تلاوة القرآن في غير الصلاة فالمسلم يقرأه على حسب استطاعته ويكثر من ختمه ولو كل يوم. ومن العلماء من كان يختم في اليوم مرتين كما هو مذكور عن الإمام الشافعي وغيره، هذا في غير الصلاة. أما في الصلاة فعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له الصفة الصحيحة في صلاة الليل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له تقرأ القرآن في عشر ليال، هذا أحسن شيء. عشر ليال يعني كل ليلة يقرأ في صلاة الليل ثلاثة أجزاء، فيختم القرآن في كم؟ في عشر ليال. فقال ابن عمر رضي الله عنه إنه يطيق أكثر من ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في كل سبع ليال، يعني تحزب القرآن على سبع ليال في صلاة الليل، فقال إنه يطيق أكثر من ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في كل ثلاث ليال، يعني قيام الليل، يقرأ في كل ليلة في صلاة الليل عشرة أجزاء. فقال إنه يطيق أكثر من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند ثلاث ليالي، لأنه إذا قرأ القرآن في أقل من ثلاث ليالي في قيام الليل هذا يشق عليه. هذا الذي وجه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في تحزيب القرآن في صلاة الليل، وجهه إلى أعلى شيء ثلاث ليالي وأسهل شيء عشر ليالي والمتوسط سبع ليالي، وقال له صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. ولهذا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لما كبرت سنه شق عليه وقال يا ليتني أخذت بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. شق عليه لما كبر أنه يختم القرآن في كل ثلاث، فقال يا ليتني أخذت بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا التحزيب في صلاة الليل. أما يقرأ القرآن في غير الصلاة فالأمر واسع مطلق، ولو يختم القرآن في اليوم مرتين لا مانع من ذلك. نعم.